اي مشروع التطهير 2018 يبدا حسب البرنامج المرصود، معناه 2018. والمنطقه الصناعيه تو نحن الكونسلتاسيون براتيكمون حضرت، بعثوها للفلاحه للمندوبيه، والمندوبيه تو قاعده باش تبعثها للفورنيسور، معناه المقاولين، باش تخرج معناه الاستشاره هذه تعلن عليها، وان شاء الله على قريب معناه ننطلقوا ان شاء الله كان ربي ساهل، تطيح على مقاول من المقاولين وننطلقوا في الاشغال. التطهير هذاك ان شاء الله البرنامج 2018 مبرمج على مستوى حتى الوزاره على مستوى رئيس الحكومة 2018. السكن الاجتماعي مربوط بالمنطقة الصناعية، نفس المربوط بك البير اللي باش تحفر ان شاء الله. تو نحن اذا تعملت الاستشارة وبدينا في البير، السكن الاجتماعي يستنوا في الماء، معناه اذا بدا موجود الماء هما يبداوا في الاشغال.